كل دي اثار والحكومه سايباها. معلم كبير قوي. صباح الفل يا باشا. صباح النور. عاوزين صاحب المحل. انا صاحب المحل. اموره يا فندم. معانا اثار. انتوا عايزين تسجنونا ولا ايه؟ ايه يا عم؟ في حد يقول لي رزق وش؟ يا ابن الحيطان دي هودان، حد يسمعنا كده ولا كده؟ نروح في داهيه. الكلام ده لو اللي معانا مضروب، ان احنا معانا حته اصلي. كمان؟ ده كده بقى فيها تقبيله. انا مش شايف معاكم شنطه ولا حاجه. فين الاثار؟ في جيبي. معاكم مسخوط يعني. الحاجات دي سهل تسليكها، اهم حاجه الخبير يقول اصلي ولا مضروبه. الحاجه اللي معانا مش محتاجه خبير، محتاجه محاسب شاطر. محاسب هتاخد فلوسك، اهم حاجه تكون تمام. عيب، تمام التمام، ما تقلقش. حلو قوي. عليها الطلب. عليها الطلب يعني مشمومه. في تجارتنا دي اللي عليه الطلب بيبقى مشموم، وانا ما بشتغلش في المشموم. ليه بس يا معلم؟ ما تسكت يعني وبطل غباء. الله، ما تتكلمش انت تاني يا باشا. الحاجه اللي معانا ولا حد عايزها في اي حاجه ولا فرقه مع حد. يعني ايه مضروبه يا عم؟ الكلام اخد وعطى. مضروبه احنا عايزين نفرحك ونفرح. طب ورينا الحاجه بسرعه يلا. لا ايدك. ايه دي؟ دي 10 جنيه قديمة. قديمة بس منين بقى؟ من أيام الخديوي. بقى أنتوا معطليني عشان دي؟ دي يا ابني ما تعملش 40 جنيه في السوق. يلا يا عم الحاج، اتكل على الله. يلا. عندي 40 جنيه. اتكل على الله يا ابني أنت وهو. يا باشا دي من أيام الخديوي. خلي الخديوي ينفعك. يلا. لا يبقى أنا كلامي مع الخديوي بقى. سلام عليكم. طب خدها واديني 40 جنيه. يلا يلا أنت وهو. يلا. يلا. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.